يا صباح الفل عليكم، حلقة جديدة وحلوة إن شاء الله من مطبخ الحياة. هنعمل إيه النهاردة؟ هنعمل أول حاجة رز العزايم، اللي هو رز بالبسلة والجزر. ده رز بيبقى حلو قوي في أي عزومة وجنب أي صنف، شكله حلو وطعمه حلو جدا. المقادير بتاعتنا إيه؟ هستعمل 2 كوباية رز بسمتي أو 3 حسب الكمية اللي أنت عايزاها. المهم إن السائل يبقى 1.5 قد كمية الرز. هستعمل 1 كيس بسلة بالجزر فروزن. هستعمل لحمة مفرومة معصجة، بصلاية كبيرة، 3-4 فصوص ثوم، وهستعمل بهارات مشكلة، و2.5 كوباية شوربة علشان الرز. هحط هنا أول حاجة زبدة وشوية زيت طبعا عشان الزبدة ما تتحرقش، والبصلة بتاعتي أقسمها 2، أدي نص عشان الرز ونص عشان البسلة، والثوم مع الرز. اوكي اهو، اشوح البصلة مجرد تصفر بتاعة البسلة، ودي البصل والثوم بتاع الرز بتاعي. مجرد من البصلة هنا ما تصفر بسيط، هروح حط عليها البسلة بالجزر، أكون مصفياهم كويس. وعلى نار عالية أقلبهم بالراحة. هحط شوية فلفل أسود معاهم لغاية لما يشربوا السوائل اللي هتنزل منهم كلها. اجي هنا للبصلة بتاعتي، شوفوا ريحتها فظيعة. هحط معاها لو ده مثلا 1/2 كيلو، هحط 1/3 كمية اللحمة المعصجة، مش كلها علشان اوريكم في الاخر هنعمل ايه. ادي اللحمه معصجه فيها بصل، بس انا برضو حطيت بصل وتوم علشان الرز. وحاجي احط الشوربه بتاعتي، بسم الله الرحمن الرحيم، البهارات، املح الرز، وادي فلفل اسود. اوكي، على ما تغلي كويس. بصوا هنا بالراحه بقلب البسله عشان ما تتهريش، عايز عشان دي فروزن وفكه، وممكن تحطيها من الفريزر على الطاسه على طول، بس ما يبقاش فيها تكتلات تلج. بصوا في سوائل نزلت منها، انا كل اللي عايزاه ان السوائل دي تنشف، مش عايزه اي سوائل خالص في البسله والجزر. بص يا ياسر، لما اعملها كده الاقي، بص شايف، انا الميه دي والسوائل دي مش عايزاها، عايزاها تنشف خالص، بخليها على النار اهو كده اهو بالراحه. وبعدين هنا خلاص غليت الشوربه بعد ما حطينا لها اللحمه المعصجه والتوابل وكله، هسقط فيها بقى الرز بتاعي. الرز نقعين الرز البسمتي 1/2 ساعة عشان ما ياخدش وقت طويل في السوى اهو. خلاص كده غليت الشوربه، هسقط فيها الرز، هاخد الرز البسمتي اهو، و هسوي الرز 3/4 سوا. اوكي، هاجي هنا للبسلة. بصوا ابتدت تنشف ازاي، المادة الدهنية بس هي اللي فاضلة اهو. خلاص كده اهو البسلة والجزر بتاعي، خلاص هشيلهم وهعمل ايه، هرتب الحلة بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. خليني بس اشيل الحاجات دي كلها.
هجيب الحلة اللي انا هحط فيها الرز في الاخر. الحلة دي هحط فيها ورقة زبدة اهي، ورقة زبدة هحطها فيها، اوكي، ونطلعها قدام سنة. ورقة الزبدة دي هحط لها شوية زيت، وبعدين بطاطس، طماطم، بصل، اي حاجة انت عايزاها بنحطها تديني شكل ونكهة مع الرز. انا هستعمل بطاطس ترانشات رفيعة علشان تستوي، لانها لو تخنتها مش هيلحق الرز، هيبقى مستوي داخل في السوى فمش هتلحق انها تستوي. هعملها بشكل كده، احاول اخد البطاطسات شكل بعض واعملها زي الوردة كده عشان لما تتقلب يبقى شكلها كلها شبه بعض، اوكي. ام ريتاج، ايوه يا حبيبتي، ازيك؟ الو، اي ام ريتاج، حاولي كلمينا تاني معلش. بصوا اهو كده اهي، زي ما قلنا هنعملها زي الورده، ماشي اهو، علشان تبقى كلها شكلها حلو. وهنا اهو هحط واحدة مدورة في الاخر، خلاص. يبقى كده رصينا البطاطس. هاجي اللحمة، واضغط اللحمة كويس قوي. يا ام عمرو، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك؟ الحمد لله، وده صحتك؟ كله زي الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا عماله اتصل بيك علشان اقول لك كل سنه طيبه بمناسبه عيد الام. وانتي طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. معلش بقى، هي جت متاخره بقى. والله حلوه منك في اي وقت، تسلمي لي. ربنا يخليك. بقول لك انا عايزه طريقه المكرونه النجريسكو بس بحاجات بسيطه. عيني، هقول لك على طريقه بسيطه حلوه قوي النهارده. عيني ان شاء الله، من عيني الاثنين. بصوا اهو، اهم حاجه ان حرف اللحمه يبقى سوى واحد، لان هو ده اللي هيبان من الجنب. خلاص، حاجه ابص على الرز بتاعي. نبص على الرز، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدى يشرب ميته. انا عايزاه يشرب ويخش في السوى. البسمتي بياخد وقت سوى اكتر من الرز المصري، فناخد بالنا من النقطه دي اهو. بص، وبعدين انا عايزه اقول لكم حاجه، الشوربه بتاخد وقت في السوى عن الميه، يعني انا لو سويت الرز بميه هيستوي اسرع ما ان انا اسويه بالشوربه. البسمتي ما يتقلبش كتير عشان بيتكسر، ناخد بالنا برضو من النقطة دي اهو. انا هخليه، عملنا ايه؟ حطينا فوق البطاطس اللحمة، بعد كده هحط البسلة بالجزر بالبصل. طبعا انا اللحمة متبهرة، وبهرنا البسلة بالجزر وملحناها برضو كده اهو، اهي كده اهو بالراحة. وبرضو بساوي الحرف، لان الحرف هو اللي يهمني، هو اللي هيبان. خلاص، هجيب بقى هنا واجيب الحلة بتاعت الرز، والرز شرب ميته. هحط بقى كل الكلام ده على النار سوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث يكملوا السوا مع بعض. اهو خلاص، ما هي كده. وهرجع الحله دي على النار، تقعد على نار هاديه 10 دقايق
وبعد كده اقلبها هتشوفوا شكلها بيبقى تحفه. بس قبل ما هدخلها هحط نقطتين ميه مغليه علشان كل النكهات تخش في بعضها اهو. ايوه بصوا، نقطتين ميه مغليه، واحد اتنين، هينزلوا تحت علشان اللحمه والحاجات كلها تمتزج في بعضها. خلاص، واروح مساويها وقفلاها ومرجعاها على النار، بس هسيبها بقى 10 دقايق على النار، وبعد كده هقلبها. تحفه، شكلها زي الكيكه كده، حلو قوي. خلاص هنروح بقى الفاصل ونرجع بعد فاصل تاني، اوعى تروحوا في اي حته. رجعنا من جديد. هنعمل ايه؟ هنعمل طاجن لحمه قورمه. يعني ايه قورمه؟ اللي هو البصل الصغنن قوي ده اللي مقشرينه وحاطينه. المقادير بتاعتنا ايه؟ كيلو بصل صغير، كيلو لحمه مكعبات صغيره او وسط، يعني زي ما انت عايزه حسب حجم البصل، بس انا عايزه اللحمه لما تكش توصل لحجم البصله. ربع كوبايه حمص، حمص طبيخ مش حمص الشام، معلقتين كبار سكر، ومعلقه بهارات مشكله وفلفل اسود، معلقتين صويا، ومعلقه روز ماري. بصوا بقى، انا هنا هستعمل الطاسه الحديد الزهر، هكلمكم كمان عن فوائدها واحنا بنشتغل. بسم الله، هحط هنا زيت، وفي الطاسه شويه زيت وسمنه. دايما المعدن الحديد او الاستانلس بيبقى اسرع في توصيل الحراره، فبيخليني احمر الحاجه اسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط اللحمه بتاعتي اهي. يا ام يوسف، ازيك يا شفايه؟ ازيك يا حلوه، عامله ايه؟ عامله يا حبيبتي، كل سنه طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي. ازيك على التوميه والسوري؟ حبيبه قلبي، حلوه معاكي؟ زي الفل، الله يخليك. تسلم ايديكي انت. الله يخليك. طب مني الطلب، عندي ملك حبيبتي عندها 6 شهور. اوكي. بتذبح صناعي، والوزن بتاعها مش عايز يزيد دلوقتي، مش عارفين ناكلوها ايه. عندها 6 سنين ووزنها قد ايه؟ 6 شهور. لا 6 شهور. 6 شهور. ما بترضعش من مامتها؟ لا، بتفضح صناعي، ودلوقتي وزنها هو كل ما نوضعها تكسر. عايزين حاجه تاكلها، مش عارفين ناكلوها ايه. بصي حبيبتي، اول حاجه ممكن تديها وزن كويس ميه الرز. بمعنى ايه؟ هتسلقي الرز وهتاخدي الميه بتاعته تصفيها وتديها لها مع كل رضعه، بس هتدخليها لها بالتدريج مش مره واحده مع كل رضع. يعني اول يوم هندي معلقتين منها مع اكله، ثاني يوم بيبقى الاكله نصها، بعد كده تفهماني؟ يعني ندخلها بالتدريج. ميه الرز دي اكتر حاجه بتتخن، بس خليها شهر واحد وبس عشان ما تنفخركيش. هو التليفون شكله قطع. وبعدين حاولي بقى تدخلي لها اكل مفيد. من 7 اشهر على فكره انت ممكن تدخلي سمك مسلوق، يعني شهر كمان كده ودخلي سمك مسلوق، ده هيفيدها جدا. لا 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 لا، الكبده بعد السنه. لا، والعسل بعد السنتين. لا، الكبده بعد السنه. الكبده مش اقل من سنه تعدي عشان ادي كبده. ممكن ادي سمك، ممكن ادي صدر الفرخه، مش الورك الفرخه، مسلوق وحته صغيره. اي اكل هدخله للبيبي ادخله بالتدريج شويه شويه، يعني ما اديش وجبه كامله اروح مديها غدوه بطاطس مثلا وكوسه وفراخ هيجيله تلبك معوي. لا، انا ابتدي ادوقه بالتدريج شويه شويه، ما تستعجليش علشان بطنه وامعائه يعني ده لسه بيبي، يعني ما يستحملش ومش واخد على كده. اللي كمان في وجبه انا كنت بعملها لابني، انا عندي ابني برضو كان وزنه قليل قوي، كنت بعمل له وجبه بيحبها قوي وهو بيبي، بسكوت الشاي بطحنه وبخلطه بزبادي. خدي بالك كمان من حاجه، ان لبن الام سبحان الله فيه بروبايوتيك
مش موجود في اللبن الصناعي، فالزبادي من بعد الشهرين للبيبي اللي ما بيرضعش طبيعي مهم. فانا كنت بخلطه بالبسكوت ده بشويه بسكوت واديهوله وجبه، كان بيحبها جدا وبصراحه نفعت معايا. بعد السنه بقى ممكن تعملي الزبادي والبسكوت بمعلقه عسل ابيض، بس العسل ما ندخلوش قبل السنه. ليه؟ علشان ما يبوظش الانزيمات والخلايا الدهنيه اللي في البيبي، فالبيبي يتخن ولما يكبر ما يعرفش يخس تاني. يعني وحاجات تانيه كتير قوي عشان انزيمات السكر، بس طبعا الحلقه إن هنا مش مكانها، بس خدي بالك بقى من النقطه دي. وانا ان شاء الله بعد العيد هعمل لكم حلقه عن تغذيه البيبيهات اللي تحت السنه دي، لازم على فكره. احنا كده بنحمرها لغايه ما تبقى، وبصوا ادي البصل برضو بحمره. اهو كده، وهكون مجهزه الطاجن بتاعي اللي انا هحطه فيه في الفرن. الوصفه دي بتاخد في الفرن شويه حلوين، لان البصل زي ما هو كده كور واللحمه ما استوتش على البوتاجاز خالص، فالوصفه هتاخد لها على الاقل ساعتين في الفرن، ناخد بالنا من كده. الحمص بديله نص سلقه، حمص طبيخ مش حمص شام، اوكي؟ انا لسه بحمر اللحمه بتاعتي والبصل. هاجي بقى هروح حطلها سوري السكر يكرمل معاها. يا ام يوسف صباح الفل يا دكتوره. يا صباح الفل، عامله ايه منوره الساحل؟ بنورك يا حبيبه قلبي، بنورك. صباح الفل، والله تسلم ايديك. وايديك يا جميله، ربنا يخليك يا رب، تسلميلي. عايزه اقول لك انت كل يوم عن يوم اعمال حبيبتي، ربنا يخليكي، تسلميلي. تسلمي عينيكي اللي حلوه حبيبتي. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي، تسلمي. ربنا يبارك لك ودايما لك الزياده والجمال وتألق. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا رب. ميرسي يا روحي. وانت طيبه وانت طيبه وكل اللي وراك كامله بقى. وانت طيبه حبيبتي، ربنا يخليكي، كلهم بيسلم عليكي. صباحك فل يا جميله. بصوا حطينا السكر، هستنى السكر يتكرمل شويه. اهو بصوا شايفين اللون، بغمقها. بعد ما حطيت السكر وقلبته يتكرمل هحط البهارات، هحط فلفل اسود، وخلاص هي اتحمرت هحط الملح. يعني حتى لو نزلت ميتها مش مشكله، ما احنا دلوقتي هنزود ميه. اهو بصوا اهو كده، ادي البصل بتاعي اهي اهي، شايفين؟ وادي اللحمه، هنحط لها روزميري اهو، روزميري كمان. عايزه اقول لكم على حاجه، سبحان الله، روزميري من التوابل، من اكتر التوابل اللي لازم نحطها مع اللحوم، اللحوم العاديه واللحوم المشويه، لان خدوا بالكم الروزميري بيقلل من اي لحمه حمراء بيبقى فيها كميه ولو بسيطه من السموم، الروزميري بيساعد انه يحمينا من حاجه زي كده، وخصوصا الكربون اللي في اللحوم المشويه ادي الصويا، برده بيظبط كل حاجه. فالروزميري اللي من الحاجات اللي المفروض تتحط على اللحوم دايما. خلاص كده، خلاص كده اللحمه حطينا لها كل حاجه، والبصل عندي اتحمر، هحط الطاجن بتاعي بقى. بسم الله، ادي البصل. هي بقى ماشي، خلينا نحطها كده بقى علشان ايه، الطاسه هتبقى تقيله وسخنه شغلانه. اهي بصوا هحتاجك بقى، تعالى حط لي عشان الخلاصه اللي فيها دي احنا عايزينها. بصوا ادي اهي، دلوقتي احنا
حمرنا اللحمه، شايفين الجليز الريحه فظيعه. هناخد الخلاصه دي كلها. ايوه ميرسي يا احمد. بص كل اللي فيها ده لازم احط لي عليها شويه ميه مغليه بقى عشان اخد كل اللي فيها. اهو بصوا خدنا كل اللي فيها، هنحط ميه سخنه في الطاسه. خدي بالك الطاسه الحديد السخنه ما ينفعش تحطي فيها ميه ساقعه عشان ما تشققش. ايوه يا احمد ميرسي كده اهو. يعني كمان تاني ميه طبعا عشان اللحمه تستوي. بصوا كده اهو، هنزود شويه ميه سخنه وهنحط الحمص اللي احنا ناقعينه ونص سلقه. هنشيل كل حاجه اهو بعيد، وهزود الميه علشان اللحمه تستوي اهو. عايزه اقول لكم كميه النكهات اللي في الطاجن دي، ده خرافيه خرافيه. هنغطيه وعلى الصاجه بتاعه الفرن الاول نص ساعه، النص الفرن سخن على 200. هحط الطاجن على الصاجه متغطي نص ساعه، بعد كده هرفعه ساعه ونص في الرف في النص واخلي الحراره 170. اوكي 200 على الصاجه الاول نص ساعه، بعدين 170 في النص برضو متغطي ساعه ونص، وهتاكلوا احلى طاجن لحمه بالقوام. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، هنعمل حلو بتاع النهارده. نخرج بقى عن حلويات رمضان، بس قبل ما اقول هعمل ايه وازاي، خلينا نقول النجرسكو بطريقه سهله. بص يا ستي، النجرسكو يعني فراخ بالبشاميل والمكرونه، او مكرونه بالفراخ والبشاميل. إيه انا بحب البصل فيها عشان بيدي طعم مختلف. مش عايزين كريمه، مش عايزين موتزاريلا، خلينا في الحاجات السمبل البسيطه. اول حاجه هتعملي البشاميل بتاعك، هنجيب الطاجن. لو هنعمل كيس مكرونه الكيس العادي نسلقها، هناخد 6 كوبايات بشاميل، اللي هي المعلقه الدقيق ليها كوبايه لبن. هنحمص الدقيق في زبده او سمنه وننزل عليه باللبن ونعمل البشاميل. الفراخ بقى اسلقيها وقطعيها، بس انا عايزاكي تحطي بصل. البصل والثوم هيديها طعم تاني خالص. يعني شوحي بصله مع شويه ثوم، لو بتحب الفلفل الحراق قرن فلفل حراق، ما بتحبوش خليه قرن فلفل رومي. شوحيهم كويس قوي لغايه لما يتبلوا معاكي، واسقطيهم في البشاميل، هيغيروا طعمه تماما. خلاص هنحط نص البشاميل على المكرونه تتقلب كويس قوي، بعدين شويه بشاميل من النص التاني بقى اللي فاضل شويه في القاع، عليهم المكرونه، عليهم الفراخ المسلوقه ومتقطعه. ممكن كمان الفراخ ترش لها بابريكا، ترش لها زعتر، ترش لها الطعم اللي انت عايزاه، وعليها المكرونه الباقيه، واخر حاجه بقيه البشاميل. ممكن ترش عليها موتزاريلا في الاخر لو عايزه، ممكن مع الفراخ تحطي مشروب، تحطي اي خضار انت عايزاه، ذره، فلفل الوان، اللي انت عايزاه. يعني انا قلت لك البيز الاساسي، وانت حطي الاختيارات بقى اللي انت عايزاه، وتدخليها الفرن لغايه لما تغلي كويس جدا. شغلي لها الشوايه وهتبقى تحفه ان شاء الله معاكم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل بطاطا بالمارشميلو. ازاي؟ وصفه حلوه وسهله وهي خريفيه، هي حلاوتها للايام دي. المقادير بتاعتنا: كيلو بطاطا مكعبات، يعني بعملها مكعبات وبسلقها، ميه بسيطه جدا، معلقتين زبده، سكر حسب الرغبه، قرفه وجوز الطيب، دي للبطاطا، البطاطا نفسها. هاجي للطبقه الثانيه، كوبايه سوداني مجروش او اقل، ممكن اخليه نص كوبايه مش مشكله، ده برضو اختياري. 3 معالق زبده وتلت كوبايه دقيق ونص كوبايه سكر، ده اساسي. وهستعمل كيسين مارشميلو. خلينا نيجي شويه شويه كده نعمل المقادير. اول حاجه هجيب الطبق اللي انا هحط فيه، ممكن استعمل في طاسه لو عايزين. بصوا بدهنه بالزبده كده كويس، شويه زبده كويسين كده علشان البطاطا ما تلزقليش، ولو جايب مارشميلو ما يلزقليش. خلاص ادي اول حاجه، واجهز الطبق ده علشان هحط الحاجه فيه. اهو هاجي البطاطا بتاعتي، الزبده اللي على البطاطا انا مسيحاها، حطيتها في الميكرويف علشان يا استاذ حسين تبقى سهله معايا. هحط السكر. الو
السلام عليكم، ازي حضرتك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استنى معايا ثانية علشان أركز معاك. حطيت كوس الطيب والقرفة وأنا ههرس وأنا بكلمك. ازيك عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الله ينور عليك. الله يسلمك، تسلم ايديك ويسلم وقفتك. والله ربنا يخليك. أخبارك ايه؟ كله تمام؟ والجو عندكم في أسوان عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله يا شيف، يعني تحسن شوية في النهار، بيبقى يعني شمس حلوة كده صافية وبالليل بيبرد. بس ربنا يديكوا الصحة، احنا ناس أسوان والله، عناية ليك. تسلم وحضرتك، منورانا ومنورة قناة الحياة والله. ربنا يخليك، تسلم يا رب. جميل يا شيف، الله يخليك. ربنا يخليك، ميرسي لذوقكوا جدا. بصوا بهرسها مش قوي، بس يعني نص هرسة كده اهو كده، مش جامد. وبعدين هاجي اهي بقلبها كده، واجي احنا حطينا لها كله القرفه والزبده وجوز الطيب، وحطيناها دي مكعبات البطاطا. بسلقها في شويه ميه صغيرين. ليه ميه صغيرين؟ علشان الفيتامينز بتاعتها ما تقعش، ما تنزلش في الميه، لان البطاطا من الحاجات المفيده جدا. خلاص حطيتها، ريحتها فظيعه. حطيتها في الطاجن. اوكي، هاجي بقى للطبقه الثانيه. هحط ايه؟ نحط نص كوبايه سوداني، وهحط السكر والدقيق، معلقتين الدقيق، وادي الزبده بتاعتي، وهفرفطهم كده. بصوا يبقوا كرامبلز يعني فتافيت، عشان كده انا سيحت الزبده في الميكرويف بتاعه البطاطا، لكن الطبقه دي ما سيحتهاش عشان عايزاها مفتته كده. بصوا اهو، عايزه تحطي شويه قرفه في الطبقه دي ماشي يعني، بس هي القرفه في البطاطا كفايه يعني، بس اللي بيحب القرفه كتير يحطها. بصوا اهو، هاجي بقى الكرامبلز دي او الفتافيت دي، بروح حطاها على البطاطا. بتتقدم سخنه او بحراره الاوضه، بس انا بحبها سخنه علشان المارشميلو يبقى دايب كده. انت بتطلعيها بنحطها في الفرن لغايه لما يبقى بابلي، يعني بيغلي المارشميلو. ف اهي كده، وزعي الزبده وكل حاجه اهو خلاص. واخر حاجه بقى المارشميلو بتاعي، باجي ارص طبقه كده من المارشميلو عليه، وادخلها الفرن لغايه لما المارشميلو يغلي قوي، مش يسيح ميه بس. هو وانس انه غلي هتلاقي حتت منه كده ساحت وحتت لا، فبيبقى طعمه فظيع وريحته فظيعه. بس ايه، بنحاول كده ان احنا ما نلزقوش في بعضه قوي علشان ينفع نطلعه ده. اوكي اهو، استنى بس عليا علشان مش عاجبني، هغير الجلافز. و شايفين الشكل بتاعنا، وخلينا ننظف ال، مش عارف اشتغل بس معلش اهي كده. ايوه اهو بس، وهنيجي نكمل بقيه المارشميلو. طيب اللي مش عايز مارشميلو او ملقاش مارشميلو او ما عندوش مارشميلو، هو يعملها كده هو من غيره، يحطها في الفرن، ولما تطلع ممكن يحط عليها بقى ايه، كريم شانتيه مخفوق. يعني يعمل الخطوه الاولانيه والخطوه والكرامبز اللي عليها، الفتافيت اللي عليها دي، وبعد ما تطلع تبرد يعملها بدل المارشميلو السايح ده، يحط ايه، كريم شانتيه، عشان مش كل الاماكن بنلاقي فيها المارشميلو، مش كل الناس بتحبه، ومش كل الناس بتلاقي، هم الاطفال بيموتوا فيه، بس يعني جاست ان كيس ما لقيناهوش يبقى احنا عندنا خيار تاني. ممكن نعمل هنحط مارشميلو في ناحيه والتاني في ناحيه لو مش عايزين مارشميلو. وممكن نعمل مارشميلو، على فكره احنا ممكن نعمله بعد العيد،
ده فوش حاجه خالص، يعني من اسهل الحاجات اللي تتعمل سبحان الله. اهو كده حاولي يعني ما تسيبيش فراغات كتير. عايزة اقول لكم دي بتبقى فظيعة اهو، وبندخلها الفرن لغاية ما تغلي، وهتلاقي بقى ايه ان من فوق اخد لون بسيط قوي. خلاص هدخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن 180 واسيبها فيه لغاية لما تغلي. حاجة بس عايزة اقولها قبل ما اطلع فاصل، بالنسبة لأم يوسف اللي كلمتني عشان البيبي، علشان الحكاية دي مش حاجة سهلة. تغذية البيبي يا جماعة بتستمر معاه. في حاجة عايزة افهمها لكم، احنا عندنا خلايا اللي هي الخلايا الدهنية، في خلايا بني وخلايا صفراء، المهم في خلايا دهنية في عدد معين، مثلا هنقول ان هم 200 خلية، هو مش كده طبعا بس انا بدي مثل عشان تفهموني. ال 200 خلية دي انا ببقى صغيرة بكبر بتخن، ال 200 خلية دول بيوسعوا بيكبروا، اعمل دايت واخس ينزلوا يتكشوا. طيب البيبي بقى لو تخن، لو انا بيبي عندي تخين سواء قبل السنة او بعد السنة، في مشكلة في البيبيهات لغاية 16 سنة، مش بس بتكبر الخلايا الدهنية عددها بيزيد، يعني بدل ما تبقى 200 تبقى 400 تبقى 500، ودي مصيبة. لما يكبر يبتدي يفضل عنده مشاكل في السمنة عمره كله، فهمتوني؟ يعني مش بس زينا احنا لما بنتخن الخلايا بتوسع وتكبر، لا ده عدد الخلايا نفسه بيزيد، فبيبقى عنده عدد الخلايا الدهنية كتير، فبيبقى سهل جدا انه يتخن من اي حاجة. فأنا عارفة ان الناس بتحب البيبي المكلبس، بس انتوا كده بتظلموهم، بتظلموهم عمرهم كلهم بعد كده. ناخد بالنا ان احنا ما نتخنش البيبي، يخلي وزنه معقول. ودايما الدكتور الاطفال بيقولك الوزن المفروض يبقى البيبي عليه، ما تستقليش بكده، ما تقوليليش لا شكله مش حلو، لان ده هيستمر معاه عمره كله. ما نظلمش الطفل عمره كله ويفضل طول عمره بعد كده يعمل رجيم وما يعرفش يخس، لان صعب جدا ان انا اخس وانا الخلايا الدهنيه عندي عددها كبير. يعني ماشي هخس بس هتعب وافضل طول عمري تعبان. في ناس بتقول لك اول ما اكل اي حاجه بتخن على طول. شوفي لو انت صغيره كنت تخينه ولا كنت رفيعه، اوكي؟ دي النقطه بس كنت عايزه اقولها لكم، علشان هي كانت بتسالني ان البيبي وزنه ما بيزيدش. طبعا البيبي لازم وزنه يزيد كل شهر بمقدار معين، ما تستقليش بالمقدار ده وتقولي قليل، لا. ناخد بالنا من النقطه دي، خلاص؟ هنروح بقى دلوقتي الفاصل، نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد، معانا ماريا. الو، ايوه ماريا ازيك؟ الو، ايوه حبيبتي معاكي. انا بحب حضرتك قوي. حبيبه قلبي ربنا يخليكي ليا يا رب، عنايه ليكي. انا عايزه اعرف بس طريقه التوميه بتاعت السوري. التوميه من عينيا الاثنين هقولها لك حالا. بصي يا ستي، التوميه هتجيبي نص كوبايه ميه تدوبي فيها معلقه دقيق وتغليهم على النار، هيجمد، وهتحطيهم بعد كده في طبق هيتحول معاكي حاجه زي الجيلاتين تقيل قوي كده، تسيبيه يبرد خالص. خلاص نص كوبايه ميه مع معلقه الدقيق تقلبيهم كويس وعلى النار يغلوا، هيبقى معاكي جيلاتين تخين، لازم يبرد خالص. بعد ما يبرد خالص بقى هتجيبي الخلاط، او لو عندك الخلاط الكبه الصغيره هتحطي فيها الخليط ده، هتحطي معاه 3-4 فصوص توم مهروسين، ما تحطيش التوم كامل، اهرسيه وحطيه. هتحطي عصير ليمون، هتحطي معلقتين مايونيز، علبة زبادي وشوية ملح، وبتضربي الخليط ده كله مع بعض، وبعد ما يتضرب هتزودي عليه 3-4 معالق زيت زيتون وتضربيه تاني. الأول تضربيه من غير الزيت، بعد كده هتحطي معاهم زيت الزيتون وتضربيهم، هتبقى معاكي أحلى تومية إن شاء الله. ميرسي ليكوا. عملنا ايه النهارده؟ عملنا الرز بالبسله والجزر واللحمه المفرومه، شوفوا عاملينه زي الكيك كده قلبينه، وشكله حلو جدا وبيتقدم في العزايم، طعمه حلو
وشكله جميل على السفره، حاجه تشرف كده. وعملنا طاجن اللحمه بالقوارمه. الطاجن ده من الحاجات اللي فيها فليفرز، طعم حلو جدا، يعني النكهات فيه فظيعه، بالروزميري والبهارات طعمه رائع. والحلو بتاعنا البطاطا بالمارشميلو، وصفة حلوة وجميلة مختلفة، لأن الواحد بيجي زهقنا شوية من الكنافة فقلت أغير لكم يوم. حلوة قوي، جربوها هتعجبكم جدا. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. إن شاء الله لينا حلقات كتير. كل سنة وانتم طيبين.